فرصة للتجربة المصرية لسعادة المستشار محمد خيري الذي صار مشكور السفارة المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع الإرهاب جميع الدول دلوقتي بتفكر فيه إزاي بتحل مشكلة الإرهاب. أنا بتكلم على الإرهاب كأنه مرض. المرض عشان أداوي صح لازم أعرف سببه. لو عرفت السبب هقدر أداوي، لكن لو ما عرفتش السبب فبشيل المرض وبيطلع تاني. جميع التحليلات اللي اتقالت من السادة الأطباء أو من السادة الدكاترة أنا بصراحة استفدت منها، لكن بحب أضيف شيء إنه عشان ما يظهرش الإرهاب بكرة وبعده هتكلم على بعض نقط أتمنى إن هي تتحط في يوم من الأيام في الاعتبار أو للدراسة. من ضمن أسباب الإرهاب الشق الأولاني اللي هو التربية. التربية بتبقى فيها شق في البيت، فيها شق في المسجد، فيها شق في الكنيسة، فيها شق في الإعلام، فيها شق في العمل. فده بقول عبارة عن فكر بياخده الشخص. في شق تاني اللي هو بيدخل معايا ألا وهو الدولة أو الحالة الاجتماعية للشخص. فالحالة الاجتماعية للشخص احنا بنلقي العبء على الدولة هي المسؤولة، لكن الدولة ما بتكونش مسؤولة لوحدها، اللي بيكون مسؤول الأهل، وليكن ابن عمي أو ابن أخويا، وليكن تعبان ما ينفعش أسيبه بحالة في الحالة دي محتاج إلى المال. فهو كده يقع فريسة للإرهاب. بعد ما بخلص اللي هو في الحالة دي التربية وبقول العلم وبقول الحالة الاجتماعية، بندخل في شق اللي هو جوه العلم اللي هو بنقول عليه الخطاب الديني، اللي ممكن بعض الشيوخ المتشددين يخطر أفراد أو هقول المتطرفين يخطر أفراد في الزوايا بفكر إرهاب. فلازم بقدر الإمكان نحاول نلمس الدين الصحيح. الدين الصحيح هو عبارة عن شقين، شق الشخص مع الله سبحانه وتعالى لا وسيط، فهو الشخص يتقي الله سبحانه وتعالى، يصوم، يصلي أيا كان اللي هي العبادات. ثم الشق الثاني اللي هو مفروض نعلمه للناس ألا وهو المعاملات مع الآخرين. فالمعاملات والحقوق لو اتظبطت والناس فهمت بالحالة دي، ناس كتير مش هتدخل في الاتجاه بتاع الإرهاب. ده أنا بتكلم على أساس المستقبل، على أساس بكرة وبعده ما يطلعش مجموعة إرهابية تاني. أما الإرهاب اللي موجود دلوقتي قريب أو موجود فعلا على الساحة، فعشان أعالجه دي أكثر من شق للمعالجة. لازم أول حاجة جميع القوى السياسية، أحزاب، مجتمعات أيا كان، ما يكونش بينهم وبين بعض في شد وجذب. لازم يقعدوا ويتعلموا النقاش مع بعض. أنا ما بتكلمش على دولة معينة، لكن أنا بتكلم على الشعوب بصفة عامة. لو قعدوا مع بعض في الحالة دي هيقدروا يوصلوا للحلول. ثم بيأتي الحل التاني اللي هو تنشيط أجهزة الأمن، وأنا مش هقول استخدام القوة والعنف، لأن العنف للأسف لو جيت من أجهزة الأمن فبيولد إرهاب. ففي الحالة دي لازم نكون بالعدل وبالحق. ومن هنا بشرح للإرهابيين أو بشرح للناس اللي هي ممكن تدخل في يوم من الأيام في طريق الإرهاب من غير ما يحسوا، ويقولوا إيه صح. وده اللي بيتم في معظم الدول الأجنبية، إن هو بيبقى عارف حدوده، إيه حدود الدم، إيه حدود الأذى للآخرين. فأنا هرجع لأكثر من نقطة. النقطة الأولانية هنقول هي العلم، النقطة الثانية هقول هي الاحتياجات الأساسية للبشر. لو أنا حطيت الحاجات دي تحت المنظور في الحالة دي أو تحت المنظار هقدر أحل مشاكل بتاعة الإرهاب، لأن هو الناس كلها بتبص إنه ممكن هنقضى على الإرهاب في خلال يوم أو اثنين أو شهر أو ثلاثة، لكن بالشكل اللي إحنا بنفكر بيه دوت لا، في الحالة دي ممكن الإرهاب هيستمر معنا فترة، وللأسف هنلاقي كل شوية يظهر مجموعات إرهابية تانية. أنا بشكر حضراتكم وبحاول أراعي الزمن لحضراتكم عشان دي ممكن نتكلم. شكراً.